نعم، هذا هو انتشار الأمريكي، هو انتشار وإعادة تموضع في رسالة واضحة إلى الفصائل المرتبطة بالجانب الروسي. هذه رسالة. طبعا احنا لازم نربط الأحداث اللي حدثت في أفريقيا والتي تحدث حاليا في أوكرانيا. هنالك نية للجانب الأمريكي بالسيطرة على الحدود الغربية غرب العراق والحدود شرق الفرات في سوريا. هنالك تهديد كان مباشر للفصائل يوم 28/1، كانت زيارة لأكرم الكعبي إلى روسيا. هنالك تحركات روسية غير مرئية في العراق وفي سوريا، وهنالك مخطط كامل لاستهداف القوات الأمريكية. أمريكا استشعرت هذا الخطر من الجانب الروسي، وأيضا في المياه الخليجية أيضا هنالك تحركات، هنالك فصائل ما مرتبطة بالحشد الشعبي تنوي استهداف القواعد الأمريكية. لذلك كان هنالك رسائل للحكومة العراقية ضمن الاجتماع الأمني، وتم طرح هذا الموضوع، لأن احنا لاحظنا مستشارة بايدن للشؤون العسكرية الروسية كانت حاضرة بالاجتماع، وغاب أوستن. دائما أوستن هو المسؤول عن ملف العراق وملف الشرق الأدنى، لكن كان واضح أنه هذا التواجد. لذلك القوات الأمريكية كثفت تواجدها في غرب العراق، وشفنا هاي الأبتال. أرتال هي مو إعادة، يعني مثل ما نقول استبدال قوات، لا، هنالك أرتال قتالية. هنالك هم أكو معلومات أنه راح تجي منظومات دفاع جوي. هذه منظومات دفاع الجوي قد تكون الباتريوت أو طويلة المدى، فهذا معناته أنه لمواجهة جيش نظامي. اليوم الجانب الأمريكي يريد الحفاظ على العراق خوفا من تكرار السيناريو الذي حدث في النيجر وبوركينا فاسو. يعني ممكن أن فصائل تنقلب على حكومة السيد السوداني، وتنقلب خلال حتى قبيل موعد الانتخابات. نعم، كان هنالك مخطط، ومخطط قديم من زمن قاسم سليماني. الفصائل تسعى للانقلاب على الحكومة والمسك بزمام السلطة. بعض الفصائل، لا أقول يعني ما أقصد جميع الفصائل، ولذلك جاء هذا الانتشار الأمريكي برسالة وتوجيه. وأيضا بعثة حلف الناتو أيضا أرسلت بخطاب رسمي إلى مستشار الأمن القومي بمسك وزارة الداخلية والشرطة الاتحادية من خلال التدريب والاستشارة.